عن قائمة الجبهة التحرير الوطني من ولاية المسيلة. أهلا بك سيدي الكريم، وشكرا لقبولكم هذه المداخلة. شكرا أستاذ طارق، وصباح الخير عليكم وصباح الخير على كل مستمعي ومتابعي قناة النهار. جميل، كما أرحب معي في الأستوديو الأستاذ كريب هشام المترشح عن قائمة جبهة المستقبل ببلدية الدار البيضاء بالجزائر العاصمة. أهلا بك سيدي الكريم، شكرا لقبولكم الدعوة. نشكرك على الاستضافة الأخ طارق، والسلام عليكم وكل مستمعي مشاهدي قناة النهار. جميل، كان سيكون معنا أيضا الأستاذ شداد بلال مترشح القائمة الحرة أمل سويدانية بلدية السويدانية بالجزائر العاصمة، لكن تعذر عليه الحضور. إذا مشاهدينا الكرام، نفتح النقاش مع الأستاذ كريبة هشام المترشح عن قائمة جبهة المستقبل في بلدية الدار البيضاء بالجزائر العاصمة. أسبوع مضى منذ بداية الحملة الانتخابية لمحلية 27 نوفمبر، ندرك جيدا بأنها محطة مهمة خاصة في هذا الظرف. كيف كانت البداية في الأسبوع الأول واحتكاككم مع المواطن، وكيف أنتم بصراحة العبارة أمام تحدي إقناع المواطن خاصة في هذه الفترة؟ أولا الظروف المناخية يعني أثرت بالسلب على الحملة الانتخابية في الأسبوع الأول، لأنها ما تساعدتش المواطن. حتى المواطن يعني كراه من الخطابات الرنانة هذيك، لازم باش تقنعه شيء صعيب، لازم تروح له لب الموضوع، لأنه الخطابات السابقة كانت عبارة عن خطابات تاع لغات الخشب. المواطن اليوم راه يحوس على حاجة اللي تكون في صالحه، يعني الحاجة الإيجابية ليه والحاجة اللي راح تطور له سواء البلدية تاعو ولا تطور له الإقليم تاعو، باش تقنعه شيء صعيب، لأنه التركة اللي خلاوها اللي من قبل ما خلاوناش أنه نكونوا في كما يقولوا في ما خلاوناش نروحوا للب الموضوع. أسبوع كان ما ساعدتناش الظروف المناخية، اليوم إن شاء الله راح يتحسن الوضع المناخي، هذا اللي راح يخلينا نكونوا أسبوع الثاني اللي راح يحتكوا أكثر بالمواطنين. جميل، أستاذ سعودي عبد الصمد المترشح طبعا انتخابات المجالس الشعبية الولائية عن قائمة الأفلان بولاية المسيلة، مرحبا بك مرة ثانية سيدي الكريم. محليات 27 من شهر نوفمبر محطة مهمة خاصة في بناء في مسار بناء وإصلاح مؤسسات الدولة أيضا، كيف ترونها أنتم وكيف كان الأسبوع الأول من الحملة الانتخابية أستاذ؟ حقيقة تعد هذه المحطة هي المحطة الرابعة لإرساء مسار الدولة الجزائرية الجديدة بعد الرئاسيات ثم الدستور ثم التشريعيات السابقة، وبالتالي الآن نحن أمام محطة مهمة اللي هي المحليات اللي تمثل في البلدية والولاية. أكيد أننا حاولنا في بداية هذه الحملة الانتخابية تحسيس المواطن بأهمية المشاركة في الانتخابات لتغيير المحلي، لأن التشريعيات ربما تكون على مستوى وطني، ولكن انتخابات البلدية والولائية تكون أقرب بالنسبة للمواطن. وبالتالي إحنا في ولاية المسيلة من خلال جبهة التحرير الوطني استهلينا عملية برمزية، وهي أولا الترحم على شهداء الثورة التحريرية، ثم غرس الأشجار لإعطاء صورة بالنسبة للمخربين ضد الدولة الجزائرية في الصائفة الماضية. حقيقة ربما لقينا هناك من البرودة نوعا ما، وخاصة العام الجوي يعني ما لعبش دور، يعني ما ساعدناش بأن نكونوا بقوة مع المواطنين، ولكن وهذا ما قاله أيضا الأستاذ كوريبا هشام في نفسية. نعم، ولكن مشينا إلى طرق أخرى، أننا حاولنا نمشي أولا إلى العمل الافتراضي، حاولنا نديروا مقاطع فيديوهات صغيرة تعرف بالقائمة، تعرف ببرنامج حزب جبهة التحرير الوطني، تعرف بمشاكل اللي موجودة على مستوى البلديات والولايات. ربما في مستوى المدن الكبيرة كاين نوع من البرود، ولكن على مستوى خاصة البلديات اللي تعاني كثيرا من ضعف التنمية. على سبيل المثال يعني قبل ليلة أو ليلتين كنا في منطقة بلدية السوامع في منطقة بوحمادو، يعني الحضور كان 700-800 شخص في أجواء باردة بعد صلاة العشاء يعني هذا يحفزنا ويعطي حتى المواطن يقول محتاج للتنمية. وإحنا إن شاء الله بإذن الله أيضا من هذا المنبر يعني في هذه المحليات يعني لاحظنا هناك تحسن خاصة بالنسبة للسلطة المستقلة، يعني كانت مدتنا بكل
الإحصائيات بكل أرقام بكل عدد المكاتب بالمراقبين أعطتهم يعني قبل بداية الحملة الانتخابية، ومن هذا المنبر قدموا لها شكر كبير جدا. جميل. أستاذ كوريبا هشام، نبقى دائما في الأسبوع الأول من الحملة الانتخابية وكيف كان احتكاكم بالمواطن الجزائري البسيط. نعرف جيدا أن إذا تحدثنا عن الصلاحيات الممنوحة للمنتخب المحلي، إذا تحدثنا عن مهامه اليوم والتطلعات الحكومة وشعب الجزائر أيضا فيما يخص خلق الثروة والتنمية المحلية وما إلى ذلك، هذا خطاب سياسي صح التعبير، لكن اليوم لو ننزل للميدان ماذا يحتاج المواطن اليوم؟ نتحدث عن بلديتكم، يعني بلدية الدار البيضاء بالعاصمة. احنا على مستوى بلدية الدار البيضاء يعني نظن باللي البلدية تاعنا من تعتبر من بين البلديات الأغنى على مستوى ولاية الجزائر العاصمة. يعني حتى المشاريع التنموية اللي كانوا فيها يعني ماشي حاجة ما تخصناش حوايج كبار، لأنه تعتبر بلدية غنية. نعطيك سبيل المثال على مستوى بلدية أنا، الحزب اللي راني مترشح فيه هو حزب جبهة المستقبل، يعتبر هو الحزب اللي كان حاكم يعني البلدية سابقة. من بين الإنجازات اللي إنجزها على مستوى البلدية هو 4 ملاعب كبيرة على مستوى، نعطيك في الجانب الرياضي يعني تقريبا 4 ملاعب على مستوى البلدية، تعتبر يعني من البلديات على مستوى ولاية العاصمة اللي عندها هاد لي زانفراستركتور الكبار. أما الجائحة تاع الكورونا هي اللي أثرت على البرنامج تاع المنتخبين تاعنا، عطلت عدة مشاريع. على سبيل المثال يعني أنا نعطيك أول الحصر، كان عندنا عدة ملاعب جوارية لم يتم، تعرف الكورونا حوالي شدت واحد العام ونص، هي اللي أثرت على هذا الإنجاز هذه الملاعب. عندنا المواطن اليوم على مستوى بلدية تاعنا راه حاب كما احنا نقولوا نكونوا معاه صرحاء وصادقين. في الجانب الثقافي تم يعني مؤخرا إنشاء سينما جديده، هذه اللي خلاتنا كما احنا نقولوا راح نخلي الشباب يكون بلي بروش للجانب الثقافي. الجانب الرياضي قلت لك عده ملاعب جواريه، يخصنا غير مشاريع صغيره على سبيل المثال سوق مغطات او طريق جواري، مش حاجه اللي كبيره. اذا قلتم بان بلديه الدار البيضاء اليوم بين اغلى واغنى البلديات في الجزائر العاصمه، واليوم والحزب اللي كنتم ترشحين معاه عن قائمة جبهة المستقبل كان رئيس البلدية السابق ورئيس المجلس الشعبي البلدي السابق من حزب جبهة المستقبل في مشاريع وسطرت، بعض منها أنجزت والبعض منها تعطل بسبب جائحة كوفيد 19. اليوم أنتم ستواصلون على نفس المسار في نفس السياق، يعني تواصلون في نفس البرنامج ولا في برامج اخرى؟ على قلت لك احنا الشعار تاعنا كاين استمراريه ازدهار وتنميه. كان عندنا عده مشاريع تم خلاص انجازها، اليوم مازالنا عده مشاريع راهم معلقين. احنا حبينا نكملوا هذه المشاريع كما قلت لك، ملاعب جواريه، قاعه سينما، عندنا ملعب كبير في منطقه اسمها حي عبان رمضان اللي راح يتم ثاني هناك. البارح كان عندنا لقاء في هذه المنطقه وين اهلها وسكانها كانوا يطالبون بمركز بريد لانهم بعاد شويه على الحي، بعاد على دار البيضاء وسط، يعني كاين مطالب ماشي كبيره بزاف والله، مطالب بسيطه، وانما انا نطلب من السلطات والمسؤوله انها تمنح صلاحيات خاصه البلديات الغنيه هذو، تمنح لهم صلاحيات انهم ممكن ينجزوا عده مشاريع على غرار السكن، على غرار ما على باليش انا حاجه اللي تخلق ثروه كأسواق مغطات أعتذر منك أستاذ كوريبا هشام، نواصل النقاش معكم مع الأستاذ سعودي عبد الصمد بعد الذي بدأناه منذ قليل والمتعلق بمحليات 27 نوفمبر. إذن خطوة من أجل تغيير حقيقي للمجالس البلدية والولائية. ورحب مرة ثانية بالأستاذ كوريبا هشام المترشح قائمة جبهة المستقبل ببلدية الدار البيضاء بالعاصمة المتواجد معي طبعا في الاستوديو، ايضا الاستاذ سعودي عبد الصمد المترشح للانتخابات المجالس الشعبيه الولائيه عن قائمه الافلان بولايه المسيله. استاذ سعودي عبد الصمد، مثلما كنا نتحدث في الاستوديو مع الاستاذ كوريبا هشام حول قضيه خلق الثروه وايضا التنميه المحليه،
سيدي الكريم، ما هو دور اليوم المجالس الولائية؟ تحدثنا عن دور مجالس البلدية، نتحدث عن دور المجالس الولائية في خضم كل ما تعيشه الجزائر في هذه الفترة وتطلعاتها إلى المستقبل، خاصة التركيز على دور الجماعات المحلية والإقليمية أيضا في أن تكون قاطرة وتساهم في دفع عجلة التنمية خاصة محليا، والعمل على تحقيق الهدف وهو إنعاش اقتصادي حقيقي. أكيد أن البلدية هي الخلية الأولى للدولة، البلدية هي القاطرة الأساسية للتنمية المحلية. حقيقة الفترة السابقة عرفت ركود كبير لكثير من المعطيات والأسباب، ولكن الآن يجب تفعيل دور البلدية والجماعات المحلية من أجل تحقيق جزائر جديدة وعصرية. البداية ستكون من خلال إصدار قانون الجماعات المحلية الجديد الذي ننتظره بفارغ الصبر، لإعطاء دور كبير خاصة لمسؤولي المجالس الشعبية البلدية والولائية. لماذا؟ لأن دور يعني رئيس مجلس الشعب البلدي السابق، والله حتى بالنسبة لرئيس مجلس الشعب الولائي، كان مقيدا ومحدودا. الآن ما نبقاوش يعني دائما، يعني كان التفكير في السابق أننا نفكر فقط في موارد الدولة. الآن على المسؤولين وعلى المنتخبين القادمين إن شاء الله أنهم ينوعوا من موارد الجماعات المحلية من خلال خلق الثروة، وهذا سيكون إن شاء الله ربما من خلال قانون الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، لأن الكثير من المرافق العمومية اليوم راه موجودة على مستوى البلديات غير مستغلة، الكثير من المشاريع متوقفة، الكثير من المشاريع يتم تقديمها لمكاتب دراسات وتتأخر ويتم إعادة تقييمها، وهذا يكلف الجماعات المحلية والبلدية الكثير من الموارد. احنا في حزب جبهة التحرير الوطني، ومن خلال فرساننا في مختلف 46 بلدية بولاية التمثيلة ومن خلال مجلس الشعب الولائي، لدينا فرسان كلهم إطارات خاصة في الجانب المالية، التقنيين في القانون وغيرها، وبالتالي سيعملون بكل قوة على محاولة إيجاد موارد جديدة. يعني يمكن من خلال احنا عندي اطلاع ربما على القانون الجديد، يمكن لرئيس مجلس الشعب البلدي ان ياخذ قرض من البنك لتقديم مشروع يراه يعني سيدر عوائد على البلديه، يمكن لرئيس مجلس الشعب البلدي ان يستغل المرافق العموميه، خاصه كما نتكلموا على الاسواق الجواريه، نتكلموا على الكثير من المرافق اللي راها متوقفه وما هيش مستغله بطريقه جيده. اما بالنسبه لمجلس الشعب الولائي، احنا في حزب جبهة التحرير الوطني قدمنا فرسان كثير، نتمنى ان شاء الله في القانون الجديد للجماعات المحليه ان ما يبقاش دور المجلس الشعبي الولائي فقط لتقسيم الميزانيه والمصادقه على البرامج، نتمنى يكون قوه طرح، لان المجلس الشعبي البلدي فيه 47 عضو او 57 او غيرها، هذو هما عين الوالي على مختلف البلديات، هما اللي راحين يعرفوا انشغالات مختلف البلديات ويقدموها في المجلس الشعبي الولائي. كذلك اهم امر مهم اللي هو دائما كان يطرح مشكل كبير، هو العلاقه اللي كانت موجوده بين المنتخبين والمدراء التنفيذيون والاداريون، كانت علاقه سيئه جدا. احنا من خلال حزب جبهة التحرير فرساننا نحاول ان المسؤول ولا المدير التنفيذي ما هو الا اداري يبحث على الصالح العام للبلديه والولايه، وبالتالي تكون هناك علاقه تكامليه. أستاذ سعود عبد الصمد في الأخير سيدي الكريم، حتى أختم النقاش مع الأستاذ كريبة هشام في المحور الثالث، لأن بعض العيوب التي كشفتها الأمطار الأخيرة، أنا أتحدث عن خلق الثروة والتنمية المحلية وما إلى ذلك، اليوم لا يمكن خلق الثروة ولا يمكن الحديث عن تنمية محلية من دون العودة والحديث عن بنى تحتية لها يعني حسب المعايير الدولية. سيدي الكريم، اليوم بعد العيوب التي كشفتها الأمطار الأخيرة، المترشحون أتحدث عنكم طبعا سيدي الكريم، قد تجدون أنفسكم أمام حتمية إقناع المواطن اليوم الذي يرى في الميدان واقع بصريح العبارة صعب جدا. دون الاتصال انقطع مع الأستاذ سعودي عبد الصمد المترشح انتخابات المجالس الشعبية الولائية قائمة الأفلام بولاية المسيلة. على كل شكرا جزيلا لك أستاذ سعودي عبد الصمد، نتمنى لك التوفيق. أختم مع الأستاذ كريبة هشام المترشح قائمة جبهة المستقبل
ببلدية الدار البيضاء بالجزائر العاصمة. سيدي كريم، تقريبا نفس سؤالي طرحته على الأستاذ سعودي عبد الصمد، بعد العيوب التي كشفتها الأمطار الأخيرة في عدد من ولايات الوطن ومن بلديات الوطن، المهمة اليوم صعبة أمام المترشح لانتخابات المجلس الشعبية البلدية وحتى الولائية من أجل إقناع المواطن، أليس كذلك؟ هو في الواقع شيء صعيب، لأنه الأمطار اللي تحدثت عليها حد هي التغييرات المناخية، هذه أثرت على البنية التحتية. هذا الشيء اللي خلانا احنا في كجبهة المستقبل راح يكون عندنا المجلس تاعنا في خليط من الشباب في جميع الميادين، سواء رياضية، ثقافية، اقتصادية، الميدان التقني. هذا الشيء اللي رانا نخرجوا احنا للتيرة ونبرزوا الإمكانيات اللي عندنا باش نوضحوا لهذ الناس وناسنا وأهلنا في البلدية تاع دار البيضاء أننا احنا شباب، ضعوا الثقة فينا، أعطونا الفرصة ومن بعد حاسبونا. لأنه كما تعرف احنا المجلس السابق أنا كنت عندي تجربة أني ما كنت في داخل المجلس، هذه التجربة الثانية لي. أنا متمني إن شاء الله نكون في الميدان والناس تشوف خدمتنا وتشوف الأفكار اللي جينا بها جديدة في جميع الميادين، ويعطونا وقت ومن بعد يحاسبونا، لأنه ما نقدرش احنا نتحاسبوا على أخطاء ما كناش احنا فيها سواء في جميع المجالس. لأنه البنية التحتية ما تبدلتش غير هذا الأسبوع ولا عندها شهر ولا راه تقريبا من 2000 ولا 2005. هذا الشيء اللي راح يخلينا كما احنا نقولوا احنا ما نقدروش نتحاسبوا على أخطاء ما كناش احنا فيها. نتمنى من أهلنا وسكاننا احنا في بلدية الدار البيضاء يضعوا الثقة فينا ويخلونا نكملوا المشاريع اللي بديناهم ومن بعد يحاسبونا إن شاء الله. احنا نتمنى لكم التوفيق. أستاذ كوريبا هشام، مترشح قائمة جبهة المستقبل ببلدية الدار البيضاء بالجزائر العاصمة، شكرا جزيلا لك وجودك معنا اليوم. ثاني قناة النهار على الاستضافة، وإن شاء الله كما يقولوا نتمنى من جميع الشعب الجزائري أنه يكون يقول كلمته في 27 نوفمبر، لأنه هذه الانتخابات المحلية هي الرابط ولا الصلة الأولى بين الإدارة كدولة وبين المواطن، هي اللي راح تغطي الاحتياجات تاعه وهي اللي راح توصل له صوته. وإن شاء الله احنا نكونوا كيف جبهة المستقبل، شعارنا هو الاستمرارية والتنمية، يعني يحطوا الثقة تاعهم فينا في فرسان المستقبل والخير إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا جزيلا لك أستاذ كوريبا هشام. مشاهدينا الكرام، نواصل وإياكم.